ما رأيك في المثل اللي يقول لو كان جاي يسد الخو على خوه ما يبكي حد على مبوه؟ مثل لا صحيح صحيح، خاطر وعادة كي يمشي البو والأم يتوفي والخلافات تكثر، تقع هي على الورثة ولا يبعدوا على بعضهم، كل واحد تقع حياته يتلابى حياته الاجتماعية وأسرته وكل يبعدوا على بعضهم. ما قالوا المثل كان هو صحيح 100%. كلام صحيح وواضح، كلام هذا نتاع ناس الكبار القدم، خاطر توا الاخوه نتاع مصالح، مش خوك من بوك وامك. برشا معناها اخوه تقام يتكلموش على جل حل عليه شباك ولا حل بنا معناها 4 متر وما خلاهمش، معناها امور ساعات صدقني تقول هذايا معناها هو راهو رضع الحليب معناها هو هي كيف كيف. هي صحيح، خاطر في وقتنا هذا كل واحد يلوج كان على روحه. برشا اخوة يتعاركوا من بعضهم على ابسط شيء، فهمت؟ وكثرة المال وكثرة الدنيا وكثرة الفلوس هي اللي عملت بعد برشا بين الاخوة. التربية تكون صحيحة من الوالدين، اون برينسيب تكون معناتها الاخوة يكونوا باهين مع بعضهم وتكون تربية صالحة. الاخوات يكونوا باهين مع بعضهم. يكونوا الاخوات متضامنين وكذا، واحد معناتها حتى وقت يتوفى لهم والديهم باللي يحسوا الشيء معناتها ينساوه، معناتها يلقى سند اخر مشى والدي قعدوا الاخوات. مش صحيح 100% معناها، خاطر فما ناس يتامى ولكن الاخوه تلقاها متفاهمين. حل الخلافات بين الاخوه يكونش بلجوء المحاكم وقطع صله الرحم بيناتهم. لا لا حرام، اكبر حرام وصله الرحم وتقطع. نشوف انا صله الرحم وربك في حديث معناتها قال معناتها من قطع رحمه قطعه الله. انا ضد هكا، ما يلزمش المحاكم كما قلت لك، معناها خو متربي هو معناها مولود فرد امه وفرد بوه، ويلزمش المحكمه بصراحه ما عادش خو، ما عادش نسميه اخوه، معناها صفه الاخوه تتنحى. ما نفضلش انهم يلتجئوا للمحاكم، صفه وديه وديما تكون خير، ديما يتذكروا البو والام. مستحيل، اذا اخوه وصلت المحاكم سي لا فان دي مون سي. ماذا بينا يكون بالناس الكبار هما اللي يتدخلوا. هما اخوه معناتها لازم يكون التواصل ما بيناتهم، لازم بالعكس انا خويا يجي يشكي لي وانا نشكي له ونحلوا معناتها المشاكل مع بعضنا زوج. لازم ديما البو نتاع العائله هو اللي يلمد الاخوات ومن غير ما يوصل المحاكم وكل شيء. قطع صله الرحم حرام، واذا كان ما لقيناش حل يمكن يكون القضاء هو الحل. حتى الاخوات كان يصير بيناتهم مشاكل معناتها تتصفى امور عائليه. اذا كان وصل الخو يشكي بخوه في المحكمه فات انتهى الامر. انا ما بقاش تفهم، لان بكري اذا كان ثم خلاف كبير الكبير في العائله يفز المشكل. تصور اذا كان زوز اخوه وصلوا يوصلوا المحاكم معناها وعلى الدنيا السلامة. حاجتي يا مشوا المحاكم يا الاكثريه 90% تترحم، وطول الوقت هذا المحاكم حتى على بيت. شوف معناها شوفوا هو الحل الوحيده. لا كل واحد وكيفاش تفكيره، كل واحد وطبعه وكل عائله وكيفاش وكل ناس كيفاش، ما تحكمش الناس الكل. مين الماجوريتي الوقت الحاضر؟ عصر ماده عصر فلوس ده ولا ماشي كيما قبل، بل كانت الرحمه وكانت ناس باهيه وكانت ناس حنا بعضنا وناس ثقه وناس تسلف بعضها من غير فلوس وناس كذا. تو خويا ماشي رحمه، تو خو يشكي بامه يشكي بوه اصلا اذا الزم يشكي بوه برا شو المحاكم. واحد شاكي بامه شاكي بوه شاكي باخته، الخو نورمال تو حاجه عاديه كل خو، اما شاكي بوه على سخ دار الدنيا.